في الفيديو السابق هذا ما حصل. صدقني يا سوسي بدي رعب انا انمسكت. ساعدني يا احمد. انا ما راح اترك سوسي. اهلا وسهلا. شو هذا اللي صاير فيكم؟ انا هو الشرطي. حاليا احنا اقفلنا هذا المركز بسبب الاطباء الاشرار. احمد انا لسه ما ضربوني اي ضربة. ايدي انقطعت. ساعدوني سوسي بتتعذب. خليني اساعد ماما. بترجعك والله كسركو. انا سمت زيك. تعالون زي هيك. عيني طعنتو. عيني ذبحته. انا طعنته. انت اغضبتني كثير. بسرعة اعطيني السيف اللي معك. طيب خذ. انت الان راح تندم. خليني اشوف صديقي عايش ولا ميت. عيني طعنته. يا بابا يا رب ما تكون انت سويت اي شيء خطا. زعرور انا تعبت. انا زيكت. لا انت راح تشوف احبائك بندفنوا امام عيونك. ايش شو بتحكي؟ احمد حدا يساعدني. سوسي ما بعرف شو راح يصير. الوضع مجهول كثير. يا الله استنى شو راح يصير في احبائك. شو راح يصير؟ هي يا زعرور افتح لي الباب. يا زعرور اللي ساعة برن في الجرس. امبارح اجيت على نفس هذا المكان وبنفس هذا الوقت وعائلة احمد البطل ما بترد علي. زعرور هي زعرور. هي يا حبيبي دودو. واخيرا لقيت حدا. يا سيدو هي يا ابو احمد يا جد زعرور انا بدي اخبرك. ايش في يا حبيبي يا صديق حفيدي زعروع. هذا اسمه زعرور مش زعروع. طيب خلص فهمت. شو بدك للجاي هون؟ انا كل يوم باجي هون وبروح على منزل كركور وبروح لكل مكان وما بلاقيهم. خلص شكله زعرور وكركور بطلوا يحبوك. انقلع. والله اني انا مستغرب كتير. ليش هو هذا بيحكي زي هيك؟ لا 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 لا. هاي ليلي. يمكن ليلي بتعرف. خليني انا اروح واسأل ليلي اذا بتعرف. يا ليلي. اهلا يا دودو. شو زمان ما شفتك انا وزمان ما شفت زعرور وزمان ما شفت كركور كمان وانا كمان. شو اللي بتحكي انت؟ انا بدي اسألك وين زعرور. انا اللي بدي اسألك. ابصر شو اللي صاير معهم. اكيد هم الان راحوا على مغامرات وانت لا يا دودو. لا ما بيسووها. بيسووها. انت غبي ويمكن هم ما بحبوك. لا. خليني انا بدي اكمل لعبة. وي. انا بدي اروح ادور عليهم. أكيد بيلعبوا الآن بمكان معين. أنا الآن بدي أروح وأشوفهم. يلا. والله رح أنتقم لك يا صديق الطبيب. أنا الآن رح يبدأ انتقامي. أول شيء أنا بدي أدفن سوسي. شو هذا الكلام اللي بتحكيه أنت؟ شو الكلام اللي بيطلع من تم يا سوسي؟ يلا احكي لي اخر كلمة بتحب تحكيها. هي ما بدي اموت.
موتة يلا القبر. لا 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 عمو شو هذا؟ أحمد شايف حبايبك بندفنوا أمامك صح ولا لا؟ لا لا بترجعك ما بدي أشوف هذا الاشي بعيوني. إذن اطلع كويس. عمو يا بدي أسكر أنا عليهم الآن. أين أخذت هذا التراب؟ أنا أعشق هذه الحركات. ترجعك؟ لا أنا عانيت معاك كثير. هاي اتركهم لا تدفنهم. بترجعك لا تدفنهم. أنا آسف بس أنت خليتني أدفن أعز صديق عندي. هذا زي ما انت شايفين الدم بيطلع من قلبه إلى حد الآن. أنا آسف. لا تسويها لا تسويها. أنا آسف. لا لا لا. والآن يا أحمد أنا مجهز لك مكان عشان أنت نختبر ذكائك. أنت طلعت عقلي من راسي. كيف بتحكي لحد الآن بدك تختبر ذكائي؟ زي ما أنت شايف هون في أسئلة وفي هذا المكان في صور مقربة تقريبا كثيرة تقريب مش طبيعي. يعني في حد بيعرف هاي؟ لا. وفي الحل موجودة بداخل هذه المنطقة. هاي طلعني خلينا ساعد زعرور كركور وسوسي. بترجاك. نو 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 ما في هذا الكلام. انساك منه طلعه من دماغك. لا بترجاك. راح تشوف الويل. واو 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 يا سلام والله اشي جميل. اطلع شو انا لقيت. انا هذه البناية الغريبة والعجيبة انا متأكد انه زعرور كركور بداخلها. استنوا شوي ايش هذا؟ دماء. وهون في سيارات شرطة. وايش في هون؟ شكل قبور. واو شكله هون في تصوير فيلم. خليني انا ادق الباب. هاي افتحوا لي. يلا يلا. اوه شكله هذا واحد ما بيعرف ايش بداخل هذا المكان. خليني انا افتح له. افتحوا الباب. ادخل. شو هذا؟ زاد واحد زادت ضحية. انا بعرفك انت الطبيب اللي بتعالجنا في المشفى. نعم لكن الطبيب اللي بتعرفوه اللي موجود بالمشفى مات. انا الطبيب الشرير. مزحة حلوة كتير. كتير. ايش هذا؟ انت الان شرفتنا ونورتنا. انت طعمك اللذيذ. ايش شو بتحكي؟ انت الان راح تعرف شو اللي صاير مع احمد مع سوسي ومع زعرور ومع كركور. انا كنت مفكرهم بيلعبوا طلعوا عندك. نعم انا بضربهم. انت راح تحزن وتبكي دم عليهم بس تشوفهم. بدي افرجيك شو انا سويت فيهم. اطلع فوق اول اشي. طيب شو هذا المكان اللي انا واقع فيه؟
لا تبكي علي. طيب شو هون صار؟ هون انا سألتهم اسئلة وامتحنتهم امتحانات، خلص بكفي هون، انقل انزل. يا اسبيان، امامك انا عذبت كركور وغليته بالزيت المقلي. شو هذا؟ شو هذا المكان؟ انت بتمزح؟ لا انا لا امزح، هون اختبرت زعرور كركور. جد؟ نعم، هوني انا اختبرتهم يحذروا يعرفوا القدم، يعرفوا ايش نوع الحيوان. شو كل هذا؟ شو تقدم؟ طيب ماشي، شو هذا المكان؟ روح على اليسار. نعم روح. ماما، مستر لحمي هذا؟ نعم مستر لحمي، وانا وضعتهم هون وبعديها. تفضل. شو هذا؟ شو عم احمد؟ دودو لا، شو مالك؟ انت رح تندم. هيو حكالك، انت دخلت مهوني ما رح تطلع سليم. شو خلينا كركور؟ قبر قبر كركور؟ من هذا؟ خلت سوسيا. شوف على اليسار. ايش من هذا القبر؟ واحد بيبدأ اسمه بحرف الزد. مين؟ زلمة. شو زلمة؟ زعرور. ايش؟ لا. يلا خلينا اطلع انا احمد من هذا السجن، ويلا بدي اسأل كل اسئلة انتو التنين، صار بدل واحد اثنين. خود، ما بدي انضرب اكثر من هيك. يلا على اول سؤال. انا مش فاهم اشي. ماشي ماشي يلا، انا الان رح اركز. يلا بسرعة، الان صح او خطأ انت راح تحدد شو راح يصير فيك بدودو. اما انا مصحصح، اذا بدك انا بجاوب. لا بديش اموت بسببك. السؤال الاول هي وراي. ايش مكتوب؟ صح او خطا؟ الحوت الازرق اكبر حيوان في العالم. صح. افتح الباب وشوف. خلينا نشوف. صح. يلا ثاني. الديناصورات تتكاثر بالولاده. صح. لا 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 لا, لا تسمعوا. ايش؟ خطأ بالبيض. صح. خطأ. عيني هي طلع خطأ. بتعرف كل اشي. اسماك القرش مصابة بعمل الوان يا حبيبي. يلا هذا صعب. انا بحكي لا. لا لا انت كل اجاباتك خطأ، انا بحكي صح. خلينا اشوف. والله صح. ما بتخطأ بشي. لا شو مكتوب هون؟ صح او خطأ؟ دودة القز نستخرج منها خيوط الكتانة. صح. لا ايش تطلع الحرير هي؟ لا يا غبي، هذا خيوط الكتانة مش الحرير. خطأ. هذا بده قتله، بده كسر له ورا ايديه. يلا زيك. اي 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 خلاص خلاص، اضربني انا لا تضربه هو. اي شو هذا؟ غبي. انا بحكي خطأ. اين مشينا؟ اختبار الصورة التقريبية. يلا انا مقرب لك الصورة ولازم تعرف ايش هي. يلا هاي مبينة. هذه ايش؟ وردة. اسكت. خطأ. ليش تسألني؟ بصل. هاي بصل. بصل. يلا الصورة الثانية. انا بعرف هاي فرشاية شعر مش
شعر. لا هذه قطة، لسان قطة. والله ايوه والله دود شكله حاب اقطع رجله. لا 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 لا, لا. يلا هذه ايش؟ عنكبوت عنكبوت. لا هذه من تقريب التقريبية، هذه نملة. افتحوا شوفة نملة صاح. انا بعرفها ازاي، انا بعرفها. شوية هذه مجرد درب التبانة. لا هذه عين. لو انك انت اللي بتجاوب يا دودو كان قطعت راسك. يلا يا شاي. ما بعرف منيح انك غلبت حالك. ايش فكروا معايا انتو كمان، ساعدوني واكتبوا لنا تحت بالتعليقات ايش هاي الشغلات. يلا قلم 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 قلم. نعم هذا قلم. انا بعرف هاي بسكويت، هاي بسكويت. اوه هاي بسكويت، هذه لا هذه كبريت، كبريت انا متأكد، هذه كبريت. يا لا 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 سويتها. انا مت. ايه وين انا؟ انا مدفون، انا مدفون. وين انا؟ انا مت خلاص، مت انا مت. خلت صوصي احنا لسه ما متناه، هذا صاير تحلل لحمه. ايه احنا بالقبر يا كركور، ايش بصير بالاعلى؟ ما بعرف مش سامعين اشي. طلعونا من هون، طلعونا. لا شكلنا رح نموت من عدم وجود الاكسجين وعدم وجود الطعام والشراب يا كركورة. ما بدي اموت، شو هذا؟ احنا بالقبر عالقين. يلا الالعاب اللي امامكوا انتوا رح تلعبوها، العاب الذكاء. اوه دير بالك دير بالك يا دودو، هذا ولا اخطر اشي. طيب ماشي يا عمو، بس انا خايفة. يلا طيب ماشي، انا راح ابدأ الان. هاي اللعبة، ايش هاي اللعبة؟ انت بدك تعرف لعبة البطاريات. طيب ماشي، والله شكلها صعبة. ركز يا دودو بترجاك، انت عمل الوحيد. يلا لازم احنا نوصل البطاريات لأعلى مكان ممكن. طيب انت الان ماشي حالك، بدأت انت تفهم شوية. شو بدي اسوي؟ لا تثق فيه، لازم اجمع بطاريات واعبي هذول اللي موجودين هون، يعني زي هذا السلك الشاحن هني انا عبيته بالبطاريات. ايوه دودو ركز، بدي اختار الشاحن الصغير. هاي شاحن صغير، لازم اختار ضرب 10 ضرب 10 ضرب 7 لا شو هذا؟ زائد 5 ضرب 10. هيني سويتها. انا غاضب كثير. هي بترجاك دودو، لا تغضب وبترجاك. انا شو سويت؟ ما هي المصيبة، انت ما سويت اشي، هذا مجنون. شو اللي سويته؟ قاعد بضيع البطاريات انا. ركز يا دودو بترجاك. شكلك حابب انت تتعذب. لا عذبني انا، مش هو بترجاك. هي شو بصير يا دودو؟ رح يصير الويلة، والله رح يصير الويلة. مش فاهم عليك يا عمو، هني باخد بطاريات وبعبي الشواحن بالبطاريات. يا رب اضلع على البطاريات يا دودو، يا رب. ايش بدي يصير اكتر من هيك؟ رح تتقطع. ايش ما سمعت ولا شي. هيك ايوه ممتازة. يلا طلع مش 100%.
اه والله يا دودو، شو بده يصير فيي؟ انا ما بعرف هاي المصيبه. راح اصير الويل. بترجاك عذبني انا يا طبيب، لا تعذب هذا الطفل الصغير. انا بقول لك بترجاك، انا ما بسمع. اني سويت هاي الصباره الراقصه. يلا 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 يا دودو، حاول انك ما تخطا اي خطا، لانه الخطا هوني كثير كثير غالية. اه طيب، يلا على بعدها. ما تبدي خلاص اصمات. يلا هن بدي اركز الان مثل ما حكى عمو احمد. ركز. نعم مثل ما خبرتك، الدبدوب بده 3 بطاريات. حافظ على البطاريات يا دودو، انا بترجاك حافظ على اعلى عدد من البطاريات. طيب عمو ماشي. ها زي هيك زي هيك زي هيك. يلا اخر محاولة. طيب ماشي. ركز يا دودو بترجاك. خلاص الان ما راح اضيع اي بطارية يا عمو. نعم لا تضيع اي بطارية. ها لا ضيعتها. انت راح تندم. مش فاهم شو راح يصير. ما بعرف الان، انت راح تشوف. توقف، تعال. اي خذ لك اي. قدمي. لا دودو. بتقرب عليه انت يا احمد، انا راح اقطع راسك من النص. يلا امسكه. لا ما بدي امسكه، ما بدي امسكه، بقول لك ما بدي عشان اقطع راسك. قدمي. دودو اهرب. ايش حكيت له؟ لا ولا شيء ولا شيء، خلينا نبدا بعد. ها اهرب. طيب خليني اشوف. يلا ما قدرت يا حبيبي. آي يلا دورك يا احمد الان على هذه اللعبة. وانا خائفة. يلا آي قدامي. يلا لازم نلعب هاي اللعبة. شو هاي اللعبة؟ يلا شو هاي اللعبة؟ فهمني. انت راح تفهم يا حبيبي. لازم اني اخذ انا الاسلحة اللي موجودة قدامي. اعطيني الام. لا 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 لا، شو هذا؟ اعطيني هذول. يلا انت بكل شيء محترف. نعم انا احمد. لازم اظني صامد. لا انتو ذكيين كثير. بعرف. يلا هاي نبدأ اخذ 200 واسوي الحركة. خليني اخذ هذا السلاح. بقدر اني اوقف كمان. الان عرفت اني بقدر اوقف. لكن انا ما بقدر اطلق وانا موقف. خليني اخذ هاي وهاي. يلا زيك بسرعة. خليني اظني انا واقف هون. يا سلام كل اشي تحت السيطرة. لا شو هذا؟ انت راح تندم كثير. اصمت. خليني اخذ انا هذا. لا دير بالك. طيب شو هاي المصائب اللي احنا بنوقع فيها؟ انا مش عارف ابدا. زيك خليني اجي هون، مش قادر. هاي سلاحين صار معاي وهي اموال. خليني اخذ انا هذا السلاح واخذ الاموال وهذا الصاروخ. ممتاز. يلا رشاشات. شو راح يصير الان؟ بدي اعرف انا الان شو راح يصير. هيني بتقدم
قدم 1000. راح اخسر. لا اقتربت للموت يا حلو. اين اشتريت انا هذا السلاح من الان؟ البندقية. ممتاز ممتاز، خليني اخذ هذا الرشاش. المش طبيعي، هي هيك وهيك. الان ناقص 100 افضل من ناقص 200. اعطيني يا اما هذا السلاح يا اما هذا السلاح. طلعوا هذا، لو اخذته والله كان انا زبط حياتي. شو هذا؟ خليني اجي من هذا الاتجاهات زي هيك. ممتاز. لا 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 لا، شو هاي الصعوبة؟ يلا يا حبيبي عم شرع يصير فيك. والله لو اني انا بعرف يا دودو كان بحكي لك، بس للأسف الشديد انا مش عارف. هيني انا بزيد الرشاشات، اعطيني هذا الرشاشة، اعطيني كمان رشاشات. هذه هي، بدي احاول بدي احاول. يلا 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 بسرعة بسرعة. لا 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 لا، اخر محاولة. ايش؟ زي ما انت سامع، اخر محاولة. طيب ماشي، انا موافق. خلينا اوقف هون. يا سلام، هون رائع، كل اشي تحت السيطرة. لا 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 لا، شو الان دي يصير؟ انا مش عارف. خليني اعين انا سلاحين على اتجاه واحد. لا لا، يلا اخر محاولة هاي. طيب ماشي، ها هينا اخذت انا هاي. شو هاي الصعوبة المش طبيعية؟ وهو ما عمري شفت صعوبة مثل هذه الصعوبة. هيني انا قاعدة بتقدم شوي شوي ومش عارف ايش النهاية رح تكون. يلا ركز يا احمد، ركز ركز يا عمو. لا لا لا، تعال. اوه شو بصير؟ قدمي بتوجعني. تعال، انا لازم اهرب، انا بدي اهرب. اي مش قادر، انا قاعد بنطنط، قدمي انقطعت. شو هذا؟ وش؟ سلام عليكم. تعال. لازم اهرب.